ولا تكن من الغافلين ولا تكن من الغافلين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ويسبحونه
بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال صلى الله عليه وسلم قل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله
وأطيعوا الله ورسوله.